شيئا نكرهه. صدقت يا جعفر، صدقت، وإن ذلك لرحمة من رب العالمين. ولكن لنفكر بما قال عبد الرحمن. بلى، قل يا ابن عوف. يا إخوتي، لكأنني بملأ قريش وقد أرسلوا وفدا يستعدي عليكم من الجرشي لاستعادتكم. والله الموت أهون من هذا. أعرف، ولكن لنستعد وليتكلم عنا جعفر أمام الملك ليدفع عنا أباهم. إن شاء الله سنسلم من أباهم، وإن الله سبحانه لن يسلمنا إلى أعدائه. يا عمر، إلى أين ابن الخطاب؟ أرى في وجهك غضبا لم أره من قبل. إلى حيث يكرهون. من يا عمر؟ محمد وأصحابه. محمد ممتنع بآل هاشم ولا سبيل إليه. كفى ما أفسده من أهل مكة، لآتين عليه. اقم أمر أهلك يا عمر قبل أن تقيم أمر غيرهم. من تقصد؟ ظهرك وأختك. هذا قلت؟ أوقد صباه؟ ما سمعناه يا عمر، ولقد آمنا بمحمد واتبعا دينه. الويل لهما. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا. الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض، وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. افتحوا الباب أيها الصباح. أخي عمر، ما جاء إلا لشر. اختبئ يا خباب، اختبئ هناك في الأعلى بسرعة. هلكم لا تفتحون، افتحوا وإلا كسرت بابكم عليكم. أهلا عمر. أخي عمر، إليك عني أيتها الصابئة، سترين مني ما تكرهين. ويحك يا عمر، ماذا فعلنا لك؟ ويحك يا عمر، أتضربني يا ابن عمي؟ تفعل بي ما فعله الخطاب بأبي؟ أتحتملون هذا يا بني الخطاب؟ أيحتمله بنو عدي؟ يحتملون أكثر من هذا، ولا يحتملون خروجك وتغريرك بفاطمة أختي لاتباع دين محمد. أتضربه يا عمر؟ بلى، ولا تتبعون محمدا الذي آمنتم به. بلى، آمنا بالله ورسوله، فافعل ما بدلك، حتى لو قتلتنا فإننا نحن شهداء في سبيل الله ولن نخشاك أبدا. وأنت يا سعيد، ألا تخشاني؟ أولاه يا عمر، لا أخشى إلا الله تعالى. محمد علمك ذلك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا ألا نخشى في الحق لومة لائم. فافعل ما تريد يا عمر، فإن متنا فمأوانا الجنة. أما أنت، ماذا عني؟ قل. إذا بقيت على الشرك فمصيرك جهنم وساءت مصيرا. جهنم وساءت مصيرا. إن لك من العقل يا عمر أكثر مما لك من الشراسة، فما بالك لا تعمل عقلك مكان يدك. ما هذه الهينمة التي سمعتها قبل أن أدخل إليكم؟ أعطني هذه الصحيفة التي سمعتكم تقرؤون فيها آنفا، أنظر ما هذا الذي جاء به محمد. إن نخشاك عليها. لا تخافي، أحلف برب الكعبة لأردنها عليكم. اغسل يديك إذن، فالقرآن الكريم لا يمسه إلا المطهرون، وأنت نجس على الشرك، فاغتسل. أغتسل، ولما لا أفعل؟ مال ابن الخطاب وقد انقلبت ثورته هدوءا، وقد خشيت أن يبطش بأخته وصهره، لأخرجن إليه وأدعوه إلى الإسلام. هل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى؟ فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى.
وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. ما أحسن هذا الكلام وما أكرمه. يا عمر، خضاب بن الألف، إني لأرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة نبيه، فلقد سمعته يقول: اللهم أيدي الإسلام بأحد العمرين، عمر بن هشام أو بعمر بن الخطاب. فالله الله يا عمر، إنك العاقل اللبيب، على ما فيك من ضراوة. دلني عليه يا خباب حتى آتيه فأسلم. الله أكبر، سبحانك ربي ما أكرمك. إنه ببيت الأرقم عند الصفا ومعه أصحابه. بحق الله الذي تعبدان، سامحاني على ما بدر مني. إني أسامحك يا عمر، وإننا لنرجو هدايتك. أو يفعل يا سعيد، أو يفعل أخي عمر. بلى سيفعل، لقد رأيت ذلك في عيني. ربي اهدي أخي عمر إلى الإسلام واشرح صدره يا أرحم الراحمين. آمين. إنه عمرو بن الخطاب العدوي متوشحا السيف. إذن له، إن كان يريد خيرا بدلناه له، وإن كان يريد شرا قتلناه بسيفه. أدخل. ادخل يا عمر. ما الذي جاء بك يا ابن الخطاب وقد كنت للمسلمين مباعدا وللنبي صلى الله عليه وسلم معاندا ولدينهم مباغضا؟ يا رسول الله، جئتك مؤمنا بالله ورسوله وبما جاء من عند الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. هذه الأصوات الآتية من الصفا؟ لأمر ما رفعوا أصواتهم فرحة مستبشرة. لن تقر لي عين قبل أن أقتل محمدا. ما أسعد المسلمين بك يا أخي يا عمر. أي قريش أنقلوا للحديث؟ جميل بن معمر الجمحي. والله لأذعن إسلامي في قريش كلها. اعتز المسلمون بعمي حمزة، وها هم يعتزون بك يا عمر. يا لعمر، بحق الله سامحوني على ما بدر مني بحقكم، كنت على شر وشرك وجاهلية. يا ويلتاه، يا ابن الخطاب ما فعلت، وأي غشاوة كانت على عينيك. أقسم بالله لأنصرن الله ورسوله نصرا ينسي قريشا ما كان مني في حق أخوة المسلمين. والله لأكيدنهم ولأدافعن عن ديني مدافعة تقرح قلوبهم غيظا. فأنا عمر، وأنا أسد بني عدي. هذا أخوك زيد. يا أخي، لقد سبقتني إلى خير الدين والدنيا، ما أسعدني بك. ما أسعدني بك يا أخي.